الديت مونيتورنج بيبقى امبلمنتد. اول حاجه الهيتر مونيتورنج بيبقى بيسكلي سمبل ثرمستور، يعني ثرمستور من السنسور بتاعت التمبرتشر معروفه، بنعمل فيدباك كنترول سيركت بحيث ان هي تكنترول الهيتر، يعني الهيتر دوت بيبقى كنترول بالثرمستور موجود هنا. ده طبعا مش تمبرتشر، ده مش ترمومتر زي اللي هو يعني اللي متعودين عليه اللي هو الانر، لا ده اكشوالي بيبقى هنا مكانه ثرمستور بيعمل فيدباك على الهيتر دوت بحيث ان الهيتر يسخن وقت ما يكون درجه حراره اقل من 37، ويبقى يخلي يبطل تسخين لما يكون اعلى من 37. طبعا ده طبعا زي ما كنا بنقول النورمال بلاد سيلز بيجيلت هيمولايز، بتبتدي تتكسر عند 42 درجه. والحقيقه معروف برضو ان الاوفر هيتد دايليزيت بريسيبيتيت كارديك اريثميز، يعني حتى يعني بعض المشاكل كده الناس لقيتها وممكن ما تكونش شكلها لها علاقه، بس اكشوالي الناس لقت لما بيكون الدايليزيت درجه حرارته اعلى من اللازم، المرضى بتوع الفشل الكلوي بعد جلسات عديده من اللي هو الاوفر هيتد دايليزيت دوت بيبقى عندهم، بيبتدي يبقى في عندهم بعض المشاكل في القلب. يعني بعض الحاجات الثانيه اللي كنا بنقول عليها اللي هي زي الدي ايريشن، زي ما كنا بنتكلم احنا بس مجرد بنعدي الجزء اللي هو الميه اللي داخله دي، وطبعا احنا بنتكلم طبعا الميه اللي داخله بنسميها ار اكس ووتر. ار اكس دي على فكره بتبقى مكتوبه على الوصفات الطبيه اللي هي بريسكريبشن، يعني هي رمز البريسكريبشن، يعني معناها ان احنا بنتكلم فعلا بيوريفايد ووتر هنا. بندخله هنا على الدي ايريشن، هي عباره عن مرحله بيبقى الميه دي داخله وفي فوقيها تشامبر كده، والتشامبر دي بيبقى فيها نيجاتيف بريشر، بتسحب كل فقاعات الهواء اللي موجوده في الميه دي بحيث تدخل هنا من غير اي فقاعات ميه. فطبعا بنتكلم على ان طبعا الفقاعات دي بتبقى hidden cause of several problems، يعني سبب لبعض المشاكل، منها ان ممكن مثلا فقاعات تيجي هنا على الجزء اللي بقيس فيه conductivity وتترسب هنا على الالكترودز اللي بقيس بيها، وبالتالي تديني false measurements. وممكن برضو الحقيقه تعمل نفس الحاجه في الجزء بلا بلاد ليك، يعني ممكن تعمل لي برضو مشاكل ان هي برضو السنسورز الموجوده كلها لو بيترسب عليها الفقاعات الهواء تديني قراءات ما هياش مظبوطه. فالحقيقه لازم نتخلص من الـ من الـ من الاير اللي موجود عندنا، فقاعات الهواء اللي موجوده عندنا في الدياليزيت دي. الحقيقه اوبزرفبل باي اي، يعني انت من خلال الدياليزر، الدياليزر بيبقى شفاف، بيبقى داخل الدياليزيت فيه، بتقدر تلاحظ اذا كان في فقاعات هواء موجوده فيه ولا لا. وفقاعات الهواء لما بتكون موجوده في الدياليزر معناها ان الافشنسي بتاعت الاكسشينج بين الاثنين بتاعت الدم والدياليزيت ما بتكونش عاليه. فبالتالي احنا عايزين نتخلص من الايه، من الاير اللي موجود عندنا في الدياليزر في الدياليزيت. كونتاكتيفيتي زي ما كنا بنتكلم هي عباره عن مجرد بقيس الريزيستنس بين الطرفين، طبعا بقيسها، طبعا ببقى عندي مثلا التيوب ماشيه او في عندي الالكترود دي موجوده في الجدار بتاع التيوب نفسها، او التيوب نفسها بتعدي في سنسور بيبقى هو فيه الالكترود دي بيلت ان بحيث اقدر اقيس الريزيستنس طول الوقت.